السيد المستشار عليه وثابت عليه ووكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج. حبيت سعادتك تكلمنا عن الدور اللي بتلعبه القوى العاملة في سوهاج بالنسبة للمتقدمين والمتعاملين مع القوى العاملة. اولا بنرحب بكم واهلا وسهلا بكم في السوهاج وفي مديرية القوى العاملة. بنحب نوضح لابنائنا من الشباب ان مديرية القوى العاملة بتستقبل جميع الشباب الباحثين عن عمل، وان احنا عندنا 3 مراكز تدريب دلوقتي شغالين فيهم تطوير مع برنامج التيف 2 وهو بدعم من الاتحاد الاوروبي لتطوير جميع الورش والماكينات والبرامج لكي نواكب تطورات في الصناعة النهاردة. النهاردة عندنا مركز تدريب مهني سوهاج، مركز تدريب مهني طحطة، مركز تدريب مهني الكوثر، بندرب فيهم على جميع المهن تشيد البناء، جميع المهن الصناعات المعدنية، جميع المهن الأعمال الفندقية من المخبوزات وأعمال الفندقة الشاملة كل المهن. بنستعد النهاردة نواكب الثورة الصناعية في محافظة سوهاج. النهارده في طور انشاء مصنع للاسمنت، مصنع للسيراميك، في مصنع للطوب ان شاء الله هيتعمل برضه في سوهاج. كل المصانع هذه المصانع تستوعب عماله كثيفه العماله. النهارده بنتكلم في ان احنا في احتياج لاكثر من 5000 فرصه عمل في محافظه سوهاج على جميع المهن، فلازم ان القوى العامله تكون مستعده بالمهن.